تجلس داني يا نيمو؟ ايه؟ قلت له ايه روحي تشتري؟ خلاص اكل انا. اكل كف. مستر حماده اتفضل. اتفضل ايه؟ بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك. بعمل ايه؟ هديله الشرط الجزائي بتاعه وخلينا نخلص. اوعى اوعى اديله نص الفلوس بس. كاش لو حضر كل حاجه تبقى ببلاش. اه دي عالم لبط وانا عارفها كويس. دي فكره حلوه. قوي بس ريسكي. قوي. هاوي. اشتغل. خلصت الودودة؟ اه. طب انا كنت سامع الكلام كله عادي يعني. بس ماشي. عايزين ايه بالظبط؟ مستر حمادة اتفضل. ايه دول؟ 100,000 جنيه. انت فاكر هذا تافه انت لما تديني نص الشرط الجزائي وتقمر النص التاني في جيبك يبقى كده بتثبتني؟ ايوه فاكر كده. بقى غيره. ماشي. ولا فاكر الشنيور الكبير بتاعنا ده اللي كان باظ وصلحتوه؟ انا عايزك تجربه في الواد ده عشان نتاكد انه اتصلح. لا جربوه في جميل، دي فكرته هو، انا ماليش دعوه. انا مال انت اللي عبيت وصدقت؟ انا محسوبك يا معلمه. طب على فكره انا محسوبك اكتر منه يا معلمه. وبص بقى الحركه دي، ادي ال 100,000 جنيه الثانيه اهو. واستاذني بقى معلش. ليه؟ اوعى ايدك يا جميل، افكارك كلها وحشه. 50,000 جنيه هديه من عندي يا معلمه، محسوبك. مقبوله مقبوله، مع ان انا كنت ناوي اديك 50,000 جنيه بس تغور من هنا وتمشي خالص. ها شفت بقى الرك على النيه، النوايا الطيبه المخلصه. وادي كمان عقد الخنزيره مراتك، امسك. طب طالما طلعت جدع يا معلمه ما تسيبه يكمل في الشغلانه بتاعته بدل ما هو صايع كده لا شغله ولا مشغله. يقعد يقعد فين؟ هذا جميل يا تافه. أنا كنت مشغله أصلاً عشان عيون الخنزيرة مراته، إنما هو ما يلزمنيش. برا برا يا برا 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 يا شنيور. شنيور يلا يبقى تكل بلا. ها جبت الفلوس؟ اتفضل. أصلاً كام دول؟ 50,000 جنيه. وسامح بقى في 500، خليك جدع. لا ده كان زمان، المحروس ابنك ربنا يحفظه لك كسر حاجات تانية للزباين، والحساب بقى 58,500. 62,500 وحلقوا لي على ابن الكلب ده قبل ما يقفل ال 70 بلبل. ده في ايه؟ بتشتم الراجل ليه؟ هو ماله؟ احنا مالنا يا جميل، ده شغل الولد، شغله فيه شتايم. احنا مالنا؟ احنا مالناش دعوه، ده الولد شغله كده، احنا مالناش دعوه. الله يبارك لك. الله يبارك لك جميل. بقول لك انا متشكر قوي على ال 50,000 اللي انت اديتهم. لا قصدك اللي سلفتهم لك. سلفتهم لي يا جميل؟ خلاص انت هتذلني يا جميل، ما انا هرجعه. لو مش عاجبك هاته. لا انا خلاص يا سيدي اسف. خلاص بقول لك ايه، اميل عليك في 12,700. هو بصراحه واد ملوش اي لازمه وما يستاهلش المبلغ ده كله، بس ما تميلش زياده عشان ما اخدكش وقع. هدهم له انا بقى بايدي. امسك عنتر ال 12,000 يا امك. تمام. حل ياض الواد ياض. انت عبيط كده ولا انت عبيط؟ ايه القرف اللي انت فيه ده؟ انت هتلمسني؟ ابنك اهو اشبع بيه. واحنا ما نخلصناش يا عنتر ناخد الفارده ونسيب مكانها فاضي، عشان كده جبنا لك فارده تانيه. مين ده ان شاء الله؟ اهو الطحش ابو الطحش وسيم السريتي، والسي في بتاعه هو اقراه، هتلاقي الاكسبيرينس عنده لا مؤاخذه عالي. لا يابا يفتح الله، ده انا مستحمل البلوه الزهاره بالعافيه، استحمل البلوه اللي بلانا بيها. يا فندم ليه حضرتك يعني بيقول لك الاكسبيرينس عندي لا مؤاخذه عاليه قوي؟ ننزل نشرب كوفي، تعمل لي انترفيو اتنين تلاته، بعدين ارفض براحتك. يا استاذ انا اشهدك، ده هيشتغلها ازاي؟ هينام تحت العربيه ازاي؟ زي ما كان شغال ابنه، بالعكس ده هيرفع العربيه اكتر، وممكن تطور الشغلانه وتشتغل في النقل. لا يابا لا مؤاخذه يفتح الله. هات السي في. خد السي في. هات الفلوس. فلوس ايه؟ صح قوي قوي قوي. هتوحشني يا يلا. ايه بتشن ليه؟ لا مفيش حاجه. ايوه بتقوق ليه؟ موضوع الشغل ده جميل، انا متضايق قوي بصراحه. استغفر الله العظيم، هي حاجه تضايق. طب ما تكلم اي حد من صحاب الفنادق صحابك يا مستر وسيم، يشغلوك اي شغلانه بدل ما انت قاعد عواطلي كده. حاولت يا جميل، كلمتهم كلهم، كله رافض عشان موضوع السجن. ايوه عشان انت رد سجون. ده السجن ده معطل لي قوي. ده ما يعطلش ابدا. انا حاسس انها بضيعه جميله والله. لا يا مستر وسيم والله العظيم حاسس انها بضيعه. ظهري ظهري يا جدع. انت تصورت ولا؟ شوف ده يا باشا. هيدينا بالكوريك. الشمس لو تغيب يومين ده شيء غريب، هي بقى بجد عيب، تفتكروا اني نخيت؟ لا مش هنخ،
مش هبكي واسح وهقول الأزمة بخ، مش أنا اللي اتخضيت. هتروحوا مني فين؟ جلدي أهو تخين، هترسل الكمين، هكون خلاص عديت. هغني ولو هصور ولو من غير جمهور، هغني في الطابور في الدش جوه البيت، هغني جوه التاكسي وهغني بجيبة ماكسي، وهغني برا البوكسي. انا عمري ما اتطفيت، انا ماسك في الحديدة عشان في ناس عنيدة ماسكتها هي الجديدة. خليك بقى انت بعيد. قول يا استاذ قول، والله صوتك حلو. الخوزة. هايل هايل يا فنان، هايل يا هجمة الجيل يا عظيم. أقل حاجة عندي. تصدق عايز أقول لك على حاجة. عارف الفركش دي من أحلى ثلاث لحظات بيمروا على المبدع. الفركش لحظة البريك واللحظة الأعظم، لحظة ما بيدوك الشيك، الظرف اللي فيه الدفعة. يا سلام عليك يا فنان يا عبقري. احنا قدامنا ساعة ونخلص مونتاج ومكساج واسلمك احلى فيديو كليب وهنزله على السوشيال ميديا زي ما اتفقنا. والدوبلاج برضو تمام خلصان؟ اي حاجة تؤمر بيها خلصانة يا نجم. الله الله عليك يا زعنفة الاخراج الكليباتية الحلوة اللي مفيش منك 85. ميرسي. يا سلام عليك. ربنا يخليك. انا بس كان ليا عندك طلب صغير. ده انت تؤمر السنتوف امر. هو ينفع اسمي ما ينزلش على الاغنية؟ ما ينزلش على الاغنية؟ علل. طلب غريب قوي، ازاي بس ما ينزلش على الأغنية بعد ما عملت الأيقونة الحلوة دي؟ اسمك ما ينزلش عليها؟ طيب ازاي؟ كل الناس هتتسأل من الذي صنع هذه الأيقونة وبعد كده يجي لك شغل والحاجة دي؟ مش عايز يجي لك شغل والحاجة. ما أنا حضرتك عشان يجي لي شغل تاني لازم اسمي ما ينزلش على الكليب ده. أقصد على الكليبات عموما. لا لا لا، ما تتحركش مني، أنت بتتملص من الخطيئة اللي أنت عملتها معايا. يلا خليك براحتك. ما أنت وش فقر أزيولايت. ميرسي. بكوز. سعدون. إيه؟ أنا مش مطمنة، بلاش تنزل الفيديو ده، مازو بالعقد اللي معاها هيشلوحك. تهاني تاني؟ زحلفة كبيرة وانت مش فاهمة أي حاجة؟ مازو بالعقد اللي معاه ممكن يصادر صوتي، إنما مفيش مخلوق لسه اتخلق ممكن يصادر فني. انت ما لاحظتيش إن أنا في الكليب ده كنت لابس القناع؟ لابس القناع ليه؟ عشان مازو ما يقدرش يمسك علي حاجة. إيه يا حبوب القلب؟ بس تساعدونا بكلم بابا يا بابا. فعلاً اللي خلف ما نمش. إيه ده؟ إيه؟ تلم. يا لهوي. مازو. الو. ايوه مازو. ايه ايه بره بره بره. لا 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 اوعى تخش، اوعى تهاني تهاني. قلع قلع الباروكه. طيب طيب هنظبط بس. يلا مستنيك مستنيك. يا نهار اسود. مازو مازو جاي. يلا شيل الحاجات دي كلها. بره بره كل الناس بره يا جماعه. يلا يلا مع السلامه مع السلامة. مازو مش قادر. حللت أهلا ونزلت سهلا. أنت إيه اللي جابك يا مازو؟ إيه ده؟ ومين اللي دخل الرجل الشنب ده هنا في بيتي؟ ده بيتي أنا يا سعدون. طبعا بيت أخوك، يبقى بيتك أنت كمان مجازا. لا ده بيتي فعلا يا سعدون. مش أنت سرقتني ورحت اشتريت بفلوسي البيت ده؟ يبقى ده بيت مين؟ بيتك. لوجيك برضو.
ايه ده ده بياكل الموز. ايوه بيرميه في بيتي، انا حر. هو بقى المعلم ابو الجمايل هيجي يقعد هنا يومين في بيتي. في بيتنا. ما هو كمان بيتنا بالظبط. بس مش هينفع مازو يقعد في بيتك، عارف ليه؟ عشان تهاني ساعات بتبقى قلع الباروكه وسعدونا بتبقى قلع البامبرز، فمش هينفع حد غريب يقعد معانا بالذات الشنب ده يعني كله. طب انا ما كنتش عايز اقول لك، بس انا مضطر اقول لك، بس اياك يا سعدون تجيب سيره لحد. طيب انا عمري قلت حاجه لحد؟ انا عبيط ولا انت عارف الراجل ده يبقى مين؟ لا مين الراجل ده؟ يبقى اللعبه. انا هو اللعبه. ايه ده انت ايش عرفك ان هو اللعبه؟ هو اللي قال لي. ولا لا هو اللي قال لي وهددني لو قلت لحد ان هو اللعبه هيقتلك. هيقتلني انا وانا مين ما يقتلك انت؟ مش انت اللي قايل لي؟ لا هو هيقتلك انت. هو هيقتلني انا؟ اه عشان كده يا سعدون لازم ناخده على حجرنا وندلعه عشان يكسبنا احنا اللعبه في الاخر. طب لو الموضوع كده بقى انت ما خدتوش يقعد في بيتك ليه؟ بيتي؟ ما ده بيتي. لا بيتك الاوريجينال. اه لا ما هو عشان بيتي الاوريجينال وسيم قاعد هناك ووسيم مش اوريجينال، فوسيم لو عارف ان هو اللعبه هيقعد يتمحلس له يتمحلس له عشان يكسبه هو اللعبه في الاخر. برافو صح، زلومه ممكن يتمحلس. لا لا احنا يبقى نبعده عن زلومه خالص ونتحفظ عليه هنا لحد ما احنا نكسب. ايوه. حاجه يا مازو؟ لا يا معلم رزق، ده سعدون هيموت من الفرحه انك هتقعد هنا في بيتي. في بيتي ناصر. ناصر ونصر ونصار اجدع ناس يا معلم. ثلاثه اخوات شطار، واحد سمسار والتاني نجار والتالت عنده قر وحمار. الشغل مش عيب. لحد ما ابوهم ما رجع من مطروح وجاب التلاته بوضوح وقال الله الله والله مواهب صغيره. بيقول شعر ايه؟ ما هو بيقول شعر. لا ده بيقول فزوره ولازم تجاوب. لازم اجاوب؟ اه. طب لو ما جاوبتش هيعمل ايه؟ ولا حاجه، هيجاوب هو ومكمل عادي. وجاب التلاتة وقال بوضوح. قال ايه؟ نطلع السطوح؟ قال بيتك حلو يا ممدوح. قول لي رايك. حلو قوي. حلو قوي. لا ثانية واحدة يا معلم شنب، وبعد اذن حضرتك هو مش التلاتة كانوا اخوات بحرف الصاد؟ مين ممدوح ده؟ ما تلنجرش مع اللعبة بقى، خلاص هيطلعك بره اللعبة. لا لا هيطلعني بره بس. بس البيت ده روح حلوة يا مازو. مقامك يا معلم مقامك. يلا بقى قلمك واجندتك وطير لي تلات جمايل من اللي عليا. ايه ده؟ ايه الموضوع؟ هفهمك بعدين. هما جميلتين. عارف ليه جميلتين؟ ليه؟ عشان انت اللي طلبت، انا كده كده كنت عاملها من دماغي. طلبت ليه؟ وبعدين البيت ده يعني مش حلو قوي ومفيش هنا مرحاض يعني. يعني هتلاقيه جنبك هنا يعني. يا ساتر. لا ما كلاب جوه ولا حد. بقول لك ايه؟ اروح اشطف اللعبه ولا كده اوفر؟ لا اوفر قوي تشطف اللعبه. ايه؟ بص يا سعدون انا هسيبه لك. أوه. بس اياك تلمح له من قريب او من بعيد ان هو اللعبه هيقتلك. لا 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 هو انا عبيط؟ انا عمري لا انا. لا انت مش عبيط. اه وحاجه مهمه. ايه؟ ما تبقاش تطلب منه حاجه. لا يكفي نفسه الحمد لله، الخزي كتير وربنا. لا لا ما تطلبش منه حاجه عاديه حتى، يعني ما تقولوش وسع لي هات لي ميه، هيلبسك جمايل على الفاضي وهيفتح لك صفحه. صفحه؟ سلام. صفحه ايه؟